أهلا بيكم. دلوقتي هناخد طريقة التسجيل في منصة جي ماتريكس. دي منصة لتدريبات وامتحانات لمايكروسوفت 2016-2019 للمدرسين، وهيبقى فيه مسابقات للطلبة. ده هيبدأ المدرس يتدرب على برنامج الباوربوينت والوورد كور والإكسل كور، وهيبقى فيه اختبار. طريقة التسجيل على المنصة، قسم التطوير الخاص بالمدرس بيبعت له رسالة على الأوتلوك الخاص بالحساب الموحد، عادة بيلاقيها يا إما في الإنبوكس يا إما هيلاقيها في الجانك ميل. هيديلك الرابط اللي تدخل منه على الموقع وتبدأ تسجل بالطريقة اللي هنقولها. دلوقتي بقى هنشوف إزاي بنبدأ نسجل على الموقع. احنا قلنا بيجي الرسالة الموجودة على الاوتلوك، هيبقى فيها الرابط اللي هتدخل منه على الموقع ده اللي هو الرابط ده، وهيبقى فيها فيديو شرح طريقة استعمال المنصة، وكمان هيبقى فيه فيديو تقريبا عن مسابقة مايكروسوفت اللي هتعمل، وكمان هيبقى فيه باسورد تدخل بيها المنصة، باسورد افتراضي. ده بعد كده بنغيره، هنقول ازاي. دلوقتي طريقة التسجيل، بتدخل على الرابط وبعد كده بتحط هنا الإيميل الموحد الخاص بالمعلم، وحتى لو هيبقى للطالب يعني هيبقى الخاص بالطالب عادي، هنحط هنا الإيميل الموحد، وبعد كده بنحط الباسورد اللي جالنا على الأوتلوك اللي هو جالنا في الرسالة اللي جات لنا على الأوتلوك، ونختار اللغة اللي هنستعملها، وبعد كده بنضغط على ساين إن على طول. دلوقتي بعد ما بندخل الإيميل الموحد وبنحط الباسورد الافتراضي اللي جالنا على الأوتلوك، بعد كده هندخل هنا عشان نغير الباسورد، بنضغط هنا كده وبندخل على ماي اكاونت، وبندخل تحت خالص آخر واحدة اللي هي دي، هنلاقي هنا تشينج باسورد، هنضغط عليها نغير الباسورد اللي هو الافتراضي، نغيره الباسورد على مزاجنا. وبعد كده هنضغط تحت على change secret question، يعني هنغير السؤال السري. اما ممكن تغير السؤال السري او ممكن تدخل تجاوب عليه، فبنضغط هنا وبندخل على الصفحة ديت نغير او بنجاوب على السؤال اللي هو هيبقى كاتب لنا سؤال، مثلا ما صديقك المفضل، يعني اي سؤال، ما اسم مدرستك، فانت بتجاوب على السؤال عشان ده بيحمي الحساب بعد كده. كمان بقى ممكن من هنا ندخل من هنا كده من عند اسم الحساب وندخل نضغط على داونلود، هنبدأ من هنا كده بنضغط على داونلود، هيفتح لنا الصفحة ديت، ممكن عن طريقها نبدأ نحمل البرنامج ده على الجهاز، يعني ننزله على الجهاز عندنا كتطبيق. فده كده بالنسبة للويندوز، يعني لو هنشغله من الكمبيوتر او من اللابتوب بنضغط على اللي هي داونلود. هنا بيقول شغال لفيرجن 7، يعني ويندوز تقريبا 7 يعني. المهم هتنزل ايه، هتضغط على داونلود، هنا هينزل لك التطبيق على الجهاز. فهنا بيبقى طريقة تنزيل البرنامج، بنضغط على داونلود كده وبنضغط على سيف فايل، هيبدأ ينزل لنا هنا، هنبدأ ندخل عليه كده وناخده، هناخد الملف وهنضغط هنا على يس، وبعد كده هنبص نلاقي يبدأ اللي هي عملية التسطيب اللي كلنا عارفينها. ده كده شكل التطبيق على الجهاز، وبعد كده هنبقى نعمل فيديو ونعرف ازاي نتعامل مع البرنامج ومع التدريبات اللي في البرنامج من جوه والاختبارات والكلام ده.